يعني انت الحين متنمر عليها ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة، يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500,000. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت اريج. والله هو نعم اخت اريج، ترى الولد مساكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ اي ابوك. اي صح، ابوي فيه الضغط والسكر وفيه كوليسترول بعد. ايه، وامه لو درت ان ولدها بينسجن تجيها جلطة. صح يا اخ ياسر، تقدرين تدلعيني يا سوري؟ يا سوري. ونعم يا سوري، شوف انا بحل لك هالموضوع بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء اقول لك اياه بالحرف الواحد. ابشر بعزس، انفذ لك اللي تبين. لا 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 لا، تبيني اتزوج بوطنية؟ صاحية انتي صاحية؟ اوه ماي جاد. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك، تركت بتطيحيني معاك. اسمعيني، انا صاحية ومركزة وعارفة ايش قاعدة اقول لك مرة زين. بطلي عنك العصبية واسمعيني. الحين انت مو تبين اثارة محتوى في سناب؟ ردي علي. ما ابي. هذا هو المحتوى. اسمعيني، سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انتي؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي بس يصور معي سناباتي ويطف وجهه وينقلع. وا ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفته. اوف 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 اوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، ادري انكم بتفاجئون بس انا لي 5 سنوات مخطوبه، والبارح كان عرسي وهذه هداياي وهذا قلبي عامر. هلا والله هلا والله وسهلا، تستاهلين اكثر يا عمري. ها كيف؟ ممتاز. رح كم من 10؟ رح. وين اروح؟ رح بيتكم خلصني. طيب خلاص اوكي. ما شاء الله تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها معطيها هدايا. إيه مو بنا، مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين خدايا نحترق، قومي تعالي نشوف المشاهدات. خليني نشوف. خلال ساعة واحدة 400,000 مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم 2,000,000. شفتي قلت لك، أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية. عشان تاني مرة تسمعين كلامي. ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لما عزمنا؟ اسكت انت. هاي سنابي، هذه اعرفها بسناب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي كاشفة راسها قدام الناس؟ يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين الروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان، عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا، شكل العالم كله درت. انا اوريك بعدين اوريك.
الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف أسري. أي عنف أسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعة اللي مسويها أنت يا هالسلوقي؟ طب هدو تذكرين يما الحلم اللي قلت لي إياه؟ الحلم الحرمة اللي تربط برجولي حبل تذكرينه؟ أنا اللي بلي ظهرك بهالعصا. أي أي قلدها على بارك الله فيك. والله مو كيفي اجلي دريبة تكفى. امسكي يا ابو عامر. خل جوان تنفعك يا زواجك. اوف وش ذا الموتر؟ اسمعي يا المقشع، ابوي وامي يطردوني من البيت وزعلوا علي، وهم اهم اثنين بحياتي. انت شفت السيارة اللي برا؟ اي شفتها. هذه هدية لك. لي انا؟ هدية لك. شف انا بربط عيونك طيب؟ بصور سنابة، ابيك تمشي معي وبفكها وابيك تفاجأ. وليش اتفاجأ؟ أنا دخلت وشفتها خلاص. أنت جنتني! وش فيك عبيط كذا؟ سو اللي قلت لك عليه وبس! ترى ها! تم القبض! لا 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 لا، خلاص بسوي اللي سلي تبين، كلش إلا تم القبض. بس اسمعي، إذا خلصنا الفيلم ذا أبمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. أشوف أشوف أشوف. شوف هناك هذه لي أنا. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. والله ما مصدق عيال. اوف 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 هذه لي أنا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفره ما يترك طبعه. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم يا شيخ. وش اسوي لك انا وش اسوي لك الحين؟ خلصنا، يلا مع السلامة. واي 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 تعال 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 تعال، باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري، عجبتك السيارة؟ اي والله مرة ما شاء الله ممتازة. يا بعد عمري تكسرها بالعافية لب دلالك. الله يعافيك، ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ اي جاهز، وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت، الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي، إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. أوف أخس يا عامر، أخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون أزواجهم. من تقصد؟ من أقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. هذه لي أنا. لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرك، الله يوفقك الدنيا وآخرة. يا حظك يا عامر، صح انه نشبه بنت لذينة بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بوداك يدعايش الدور انه زوجها؟ بس صدقوا يستاهل عامر، يا ليتني قلت مقشع بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيكي؟ هدي لا تعبي نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحة. يما شكلك ما تدرين عامر مبسوط، جد سيارة قيمتها 500,000. شوف قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعة ولا اتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعة طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجأة بقول لك عامر وبيك تدعس فرامل بقوة، طيب؟ وليه الأكشن هذا كله؟ خليني أشوف لي عمود وأحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟ فعلا
سوي اللي قلت لك عليه وبس، فهمت؟ يا مهبولة، أهلي بيشوفون المقطع يصدقون، وش فيه سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس، بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا 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 عدس ما بي، خلاص أبشري سمع.